الدكتور احمد، يعني منحه المجلس البريطاني لسعادتك، وهل بالفعل يعني كانت نقطه مهمه في المسيره العلميه لسعادتك في علم الاجتماع السياسي؟ اولا والله انا بشكرك على هذه النقله، لانه انا اشرت في كلامي الى التكوين اللي تم في سنه اولى في كليه الاداب، وكان تكوينا عميقا وقويا. تاني مرحلة في التكوين كانت هذه الرحلة، لأنه أنا اخترت موضوع، يعني كنت انتهيت من دراسة الماجستير، وأنا في الماجستير اخترت موضوع صعب شوية في النظرية الاجتماعية، في نظرية علم الاجتماع، فقرأت فيها في فترة الماجستير، وكانت ممتدة 4 سنوات، قرأت فيها تراث علم الاجتماع الغربي كله، وعملت له نقد وعرضته في رسالة نشرت بعد ذلك في كتاب، وأصبح من أهم الكتب التي يعني المتخصصة في نظرية علم الاجتماع في الوطن العربي كله إلى الآن. يعني الكتاب ده هو بتاع رسالة الماجستير، هي التي يعني كانت يعني بصراحة إسهام كبير جدا، وأنا أعتز بيه اعتزاز كبير. وأنا في الدكتوراه نقلت إلى أن أنا أدرس موضوع النخب اللي هي الصفوة، جماعات الصفوة، وكنت بهتم بدراسة النخب دي في الريف، أن أنا أعمل دراسة ميدانية يعني تبقى فيه واقعية على المجتمع المصري. وتصادف أنه كان فيه منحة من المجلس البريطاني، وكان اسمها منحة ناصر للدراسات الاجتماعية، على فكرة يعني كان في سفير هنا من انجلترا كان بيحب عبد الناصر جدا، فلما مشي عمل منحة في المجلس البريطاني اسمها منحة ناصر للعلوم الاجتماعية. يعني بريطاني ويحب جمال عبد الناصر، دي مفارقة. انا حبيت اشير لذلك يعني. جميل. وسافر عليها واحد زميل ليا الله يرحمه، كان اسمه الدكتور نبيل صبحي، سافر قبلي بحوالي سنتين لانه كان اكبر مني سنا، ثم جاءت هذه المنحة وتم الاعلان عنها، وتقدم لها عدد من المدرسين المساعدين اللي بيعملوا دكتوراه من الجامعات، اللي تقدم لها حد من عين شمس، وتقدم لها حد من الإسكندرية، وتقدم لها أيضا 2 من كلية الأداب، وأنا كنت نمرة 3. يعني من كلية الأداب كان في ترشيح لـ3 من وبدأوا في بتاع عملوا لنا مقابلات. الزملاء اللي من كلية الأداب لم يذهبا إلى المقابلة ولم يكتب، يعني ما عملوش، عملوا لنا امتحان تحريري، طلبوا منا كل واحد يكتب 2-3 صفحات كده في باللغة الإنجليزية، وبعدين عملوا مقابلات كده معانا باللغة الإنجليزية أيضا. وطبعا كانت الإنجليزية بتاعتنا يعني مبتدئة لسه وكده يعني، بس أنا ربما أكون يعني، لأن أنا كنت وأنا في الثانوية بحب اللغة الإنجليزية جدا وكنت متفوق فيها، فأنا فوجئت بأنه بعد ما خلصت المقابلات وكده وإحنا قاعدين منتظرين، الشخص اللي كان بيعمل لنا المقابلة نادى على اسمي، وأنا دخلت له وقال لي إن شاء الله أنت اللي هتاخد المنحة. بعد حوالي شهر كده جالي قبول رسمي من جامعة إيست أنجليا، كمان ان انا اسجل دكتوراه، سجلوا لي دكتوراه. يعني كنت رايح المنحه كانت جمع ماده علميه، ولكن يعني هما يعني تم يعني انا رحت قعدت 2 سنين وعدت الى مصر واكملت الدكتوراه في مصر، قدمتها الى مصر، لان المنحه لم تكن معموله عشان الحصول على الدكتوراه، بس لكن جمع الماده العلميه، بس هما هناك سجلوا لي دكتوراه وكنت جميل. طالب يعني انا يعني أكره دائما إن أنا أشيل لنفسي بحاجات فيها يعني فخر بالذات كده، طول عمري متفوق الحمد لله، بس أنا كان الأستاذ بتاعي في إنجلترا وإحنا قاعدين بالليل في المكان كده اللي فيه يعني في آخر الأسبوع ده من الطلبة بيتجمعوا في مكان كده لطلبة الدراسات العليا، فكان يشاور عليا كده ويقول لهم ده أحسن طالب عندي في مرات كثيرة، ليس في مرة واحدة وإنما في عدد كبير من وكانت التقارير اللي بيكتبها عني كانت تقارير يعني بيبعتها للمكتب الثقافي وكده. بس أنا رجعت من بعد 2 سنين، طبعا في الفترة دي أنا قرأت يعني عدد من الكتب، أنا لم أكن أفعل شيئا إلا إن أنا أقرأ،
وكانت المكتبة فيها أماكن كده كارل كده، طالب الدراسات العليا ممكن ياخد ركن كده، أوضة مقفولة صغيرة كده موجودة عندنا في المكتبة الأسكندرية، يعني حاجات مشابهة. وكنت أسجن نفسي فيها ولا أخرج إلا للغداء، ثم على الساعة 5 أرجع الأوضة بتاعتي في السكن أكمل اليوم. وكان بالليل أقعد أترجم بعض النصوص كده، وفي بعض الكتاب لما رجعت من إنجلترا جبت كتاب معايا وكملته مع الدكتور الجوهري ترجمة ومراجعة ونشرناه بعنوان علم الاجتماع الأمريكي. فأنا اشتغلت وقرأت فيها قراءة يعني عميقة جدا في مجال علم الاجتماع وفي مجالات أخرى، وكان لها الأثر في السنوات. وكنت حتى أقرأ بالعربية، يعني أنا كان عندما أسمع على كتاب مثلا نشر لأول مرة، حد مسافر لبنان مثلا من الزملاء قال له هات لي الكتاب ده معاك، يعني وأنا أتذكر مثلا إني أنا يعني قرأت وأنا موجود في إنجلترا كتاب الثابت والمتحول بتاع أودونيس، يعني كتاب مشهور جدا يعني في العالم الثقافي، رسالة الدكتوراه بتاعته الثابت والمتحول في التراث العربي، قرأتها وأنا موجود في إنجلترا وباللغة العربية وكتب أخرى يعني. وكان يعني في الفترة دي كانت فترة مثيرة بالنسبة لي، وفيها يعني حتى كان المجموعة العربية اللي كانت موجودة كنا بنقعد ونتناقش ونتحاور، وكانت فترة فيها قدر كبير جدا من الخصوبة أنا بعتز بيها وبعتبرها جزء أساسي من التكوين الفكري والتكوين العلمي الخاص بي أنا شخصيا.